شكرا. مشاهدي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مكناس. الله يسمعنا ويسمعكم، اخبار الخير يا رب العالمين. والله حتى لاباس، ارتفاع اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 160 حالة اصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة من يومه السبت، يرتفع العدد الاجمالي لحالات الاصابة المؤكدة بفيروس بالمملكة إلى 4729 حالة. وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب اللي هو www.covid.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 34000 حالة و638، وبلغ عدد الحالات اللي تمثلت للشفاء من المرض حتى الآن وفق المصدر ذاته 1256 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الوفاة 173 حالة. لهذا تهيب وزارة. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، كنعتذر عن قطاع البث الخارج عن إرادتنا. كيفما شرط وقلت مشاهدي قناة شوف تي في، ارتفعت عدد الحالات المصابة أو المؤكدة قبل قليل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 160 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى الساعة الرابعة من يومه السبت، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات الإصابة المؤكدة بفيروس بالمملكة ل 4729 حالة. وأضاف وأضافت الوزارة على بوابتها الرسمية الخاصة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب اللي هو www.covid-maroc.ma أن عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي بلغ 34000 حالة، وبلغ عدد الحالات التي تمثلت الشفاء من المرض حتى الآن وفق مصدر ذاته 1256 حالة، مبلغ عدد حالات الوفاة 173 حالة. لهذا تهيب وزارة الصحة بالمواطنين والمواطنات الالتزام بقواعد النظافة والسلام الصحي وانخراط التدابير الاحتياطية لتغطي المغربية بكل وطنية ومسؤولية. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، نجدد بكم الترحاب ونقولوا نتمنوا السلامة للجميع يا رب العالمين، والله يرفع علينا هذا الوباء، ونتمنوا أنكم تزيدوا تصبروا أكثر فأكثر، تلتزموا في المنازل ديالكم، فهذا هو الحل الوحيد، فهذا هو الحل الوحيد باش نقدروا نكبحوا به انتشار هذا الفيروس. إلى هنا مشاهدي قناة شوف تي في، دمتم بألف خير، وإلى بث مباشر آخر، موضوع آخر، مكان آخر، وإلى اللقاء.